مشاهدينا الكرام، طابت اوقاتكم جميعا، اهلا ومرحبا بكم في هذا الموعد الجديد، الموعد اللي تعودتوا عليه اكيد كل اثنين على قناه التاسعه من خلال برنامج التاسعه سبورت في متابعه مستمره ومتواصله لابرز المستجدات الرياضيه وطنيا عربيا ودوليا. اكيد الملف الكبير اللي قاعده تحكي عليه التوانسه الكل، خلينا نقول خاصه بعد ردود الافعال وردود الفعل الكبيره في الاسبوع الفارط بعد الحصه الاخيره، هو ملف الشابه وملف تجميد هلال الشابه وتبعات هذا القرار. اكيد سنحاول ان نغوص في هذا الموضوع من جديد ونتوغل في ثنايا المسائل القانونيه علنا نخرج باجابه شافيه وضافيه حتى يكون طبعا الحكم للجمهور بخصوص هذا القرار وبخصوص مصير فريق هلال الشابة. وكنا أكدنا في الأسبوع الفارط أنه نتمنى أن هلال الشابة يبقى في الرابطة المحترفة الأولى، لأنه من الفرق اللي أبهرتنا وقدمت مستوى متميز، ومهما كانت الأسباب لا نتمنى أبدا أنه فريق ينزل أو فريق يقع تجميده بسبب عدم خلاص خطأ. سنعود بالتأكيد، سمعنا برشا انتقادات، نرحب بكل الانتقادات، لكن نحب نقول أنه مش مشكلة البرنامج اللي فما ناس خلاو بلايسهم ما حبوش يحضروا ولا تجنبوا الحضور لأسباب مختلفة ربما نجهلها وربما نعلم بعضها. أيضا بالنسبة لحق الرد، 16 مكالمة هاتفية وصلت للفريق طبعا في الريجي طالبين حق الرد. إذا كان 16 مكالمة هاتفية كل مكالمة باش تاخذ 10 دقائق، أكيد 5 نتاع الصباح وما نفاوش. على كل حال سنعود بإطناب الحديث عن هذا الموضوع، لكن قبل هذا خلينا نرحب بالسيد صابر بعطي نائب رئيس هلال الشابة. سي صابر وسهلا بك. شكرا على إتاحة الفرصة لنا باش نجاوبوا على ما ورد بالحصة الفارقة. طبعا سيكون المجال ليك مفتوح باش تاخذ وقتك كامل باش تجاوب ترد وتوضح وتعطي الموقف الرسمي لفريق هلال الشابة بعد ما قيل في الأسبوع الفارط من طرف وديع الجري رئيس الجامعة التونسية لكرة قدم. أيضا سعيد بالترحيب بالأستاذ منصف عروس. أهلا وسهلا بك منصف. مرحبا بك عادل، مرحبا بالحضور، مرحبا بكل اللي تفرجوا فينا في تاسعة سبورت. من أيامات بالمكشوف ما التقيناش في المدى التلفزيون. صحيح، من أيامات بالمكشوف لأيامات الزمن الجميل. ذكريات كبيرة كما قلت أنت عادل، وأنا ديما فرحان كي نكون معك في البلاتو. نحس روحي ديما مرتاح ولأنه بديت معك ونقولها بديت معك وشفنا حاجات اللي صعيب برشا باش نجم نشوفهم اليوم. ان شاء الله نشوفوا كل الحاجات الباهيه وما احوجنا للهدوء وما احوجنا طبعا لكل ما هو يلم التوانسه خلينا نقول في هذا الظرف الصعب والحساس. سعيد بالترحيب ايضا بالاستاذ حامد المغربي الناطق الرسمي باسم الجامعه التونسيه لكره القدم، وحاضر ايضا ليرد على الناصر البدوي واكيد باش يشارك معنا في الحوار خاصة إذا ثم تفاعل. خلينا نفصلوها معنا اليوم على مستوى القانوني، خلي الناس كل تحكي، واستجدنا أيضا بالمنصف عروس حتى نتحدث في هذه المسائل القانونية. ناصر البدوي نور. أهلا بك عادل، مرحبا بك، مرحبا بحضورك، مرحبا بالسادة المخرجين. خلينا لافونغو نبداو مع ردود الفعل اللي صارت بعد الحلقة الفارطة. أكيد كل المنابر الإعلامية وخاصة الإذاعية تناولت بإطناب ما حصل وما وقع وما وقع، أيضا قوله وربما حتى بعض الانتقادات كما قلت بخصوص التعاطي مع هذا الملف. نشاهد ردود الأفعال ثم نعود لنتحدث في باقي التفاصيل. أي جباعي وأحمد عباس في هذا التقرير. التاسعة سبورت كانت محل متابعة كبيرة أثناء وبعد الحص اللي خلى نسبة المشاهدة على اليوتيوب تجاوزت 27,000، وهذا بسبب أهمية المواضيع المطروحة وخاصة حضور رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجري. خلينا نقولوا عمل ضجة على شبكة التواصل الاجتماعي، ما تابعوه برشا متابعين على اليوتيوب، وثم برشا كلام على الموضوع هذا، ولكن احنا باش ناخذوا الموضوع هذا من جانب اعلامي بما انه صارت عديد الانتقادات من عديد الاطراف على الفيسبوك. باش يكون لوديع الجري وظهور الاعلامي البارح على قناة التاسعة مع عادل بوهلال وبقية الفريق، نحكيوا في كل المواضيع اللي طرحوها البارح في التاسعة واللي جاوب عليهم وديع الجري. اكيد الجزء
هذايا مش نحكيه أكثر أكيد مش نحاولوا نفسروا كل مسار والكلام اللي تقال بعد حصة التاسعة سبور اللي خذت الصدى كبير وهي بصراحة من أقوى البرامج الرياضية الموجودة حاليا في تونس إذا كان ما نقولوش البرنامج رقم واحد. جعنا كذلك لحوار رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم الدكتور وديع الجري البارح في قناة التاسعة وبالتحديد في التاسعة سبور مع زميلنا عادل بوهلال، ويعني برشا تفاعلنا مع الحوار هذايا كان كل واحد عطى رايه. امبارح كاين المانيا تلعب ضد البرازيل وعطاتها كل سته ولا السبعه في تقدر قداش. سي وديع الجري البارح جبدني بالاسم بطريقه نقول مفهومه، وانا على فكره انا معناها بعد ما كلام قلناه هنا كلمني وصار اتصال ما بيناتنا وقلت له انه الكلام اللي هو كبروا شوية، عمري ما قلت أنا عمري ما خونت وديع الجريق. مختلف وسائل الإعلام ومنها لراديو اعتمد التصريحات الحلقة لتأثيث البلاتوات والمنابر والصفحات، وحتى موضوع عدم تدخل ممثلي الشابة أو غيرهم أثناء الحصة كانت محل جدل كبير في مختلف الوسائل الإعلامية. حاجة النجم وقولوا اللي كانت غير واضحة هي البارح واللي خلتنا نطرح أكثر من سؤال والجميع تطرح أكثر من سؤال تتعلق بربما غياب فريق هلال الشابة في المباشر. نفس الزميل الصحفي عزيز الجباري باش اتصل برئيس هلال الشابة سيد لطيف الكشف، اتصل به ووجه له دعوة رسمية للحضور في البلاتو لمواجهة وديع الجري بعد ما تأكد إلى حد ما غياب طبعا طارق بوشماوي عن المناظرة اللي دعوناها. دونك رفض الإدلاء بالتصريح، رفض الحضور، واقترح علينا أنه نتعاملوا أو نتعاطوا أو نحاوروا زود أسماء هما أعضاء في الشابة. علاش ما عطيتوش حق الرد الهلال الشابة وقت اللي طلبوا هما حق الرد البارح؟ سي حامد المغربي حاب يتكلم، اللجنة الأولمبية حاب تتكلم، سي كريم حاب يتكلم، وبعد خاطر مجهولين الشابي واللي جب الكلها حقوق رد معناها، وهذا غير ممكن خاطر ثم ضيق وقت وثم ديزانفيتي. أي أيمن وصلنا 16 شخص يحب حق رد 16 حق رد البارح وصلتوا 16 حق رد باهي شنو نعملوا احنا في بلاد الشوزع حق رد 10 دقائق وتعقيب تا 5 ولا 10 دقائق اخرين ما نعرفش نعملوا 7 و 8 ساعات اخرين نزلوا فيها 6 نتاع الصباح كي الانتخابات تاع مجلس البلديه. انا نجم نبصم لك اللي البارح فما 15 حق رد، فما اكثر من 15 شخص ولا اكثر حبوا يتدخلوا حبوا يعاقبوا على برشا مواضيع وبرشا سنين متجدد وكل واحد من طرف نتاعو. عندنا ما يثبت انه صارت الدعوات وعندنا التسجيلات لانه كنا نعرفوا انه الامور باش تطور الى هذا المنحى للاسف الشديد. والمجال مفتوح لهلال الشاب ولكل من يرى في نفسه انه عنده ما يرد وما يوضح واسمه تجبد انه يكون موجود معنا. واضح معنا مشكل مع حتى حد على نفس المسافه، نخدموا في وسيله اعلاميه محترمه، نحترموا الراي العام، نحاولوا نجتهدوا، من اجتهد واصاب له اجران ومن اجتهد ولم يصب له اجر واحد. حصه الاسبوع الفارق كانت حصه استثنائيه بكل المقاييس، والاكيد ان ردود الفعل كانت بحجم المتابعه الكبيره للجماهير الرياضيه في تونس. كانت مقتطفات من ردود الأفعال المختلفة طبعا بعد حصة الأسبوع الفارط من الأسماء اللي حبت تدخل وتتواصل معنا وتعذر عليها ذلك السيدة مجدولين شاني وزيرة شؤون الشباب والرياضة سابقا، دعوتها شخصيا للحضور اليوم في البلاتو لكنها اعتذرت لأسباب عائلية لكنها الآن معنا على الهاتف. مدام مجدولين أهلا وسهلا بكم، مرحبا. مساء النور عادل، انت الحضور معك الكل. يعيشك مرحبا بك، تفضل لك الكلمة. شكرا. أنا الحقيقة فما بعض المغالطات اللي البارح اللي الأسبوع الفارط معناها قالهم السيد رئيس الجامعة نحب نوضحهم، لأنه هو تطرق لموضوع تقرير قامت به وزارة شؤون الشباب والرياضة ما قامتش به مجدولين الشرني، واللي قلقني الحقيقة لأنه هو شخصنة الأمور وكون ما عادش نتعاملوا بمنطق دولة مؤسسة دولة ولينا نتعاملوا بمنطق تصفيه حسابات شخصية، واللي هو أونتخوطخ اختفات مؤسسة الدولة وتقديم حتى الإدارة التونسية تقرير خدموه عشرات الكفاءات بالتنسيق مع الوزارات المعنية رجعوا للأرشيف وبربي لنا خلينا نعمل انتغابات. راهو الجامعة التونسية لكرة القدم راهي هيكل رياضي مكلف بتسيير مرفق عام معناها بالقانون التونسي، قانون الفيفا يخضع للرقابة الإدارية والمالية للوزارة،
ويتابعوا فيها التو حتى الحضور معك ما فيها باس، يعملوا طلع الموقع الرسمي للفيفا ويطلعوا على الكود دي سيدينام والكود دي تيك واكثر من هكا. ثم كونفنسيون تيك اللي هي اتفاقيه عن نموذج اتفاقيه فيفا ينظم حقوق وواجبات الوزاره المعنيه بقطاع الرياضه والجامعه نتاع الرياضه، معناها القوانين الدوليه والتي تحرص على حاجه اسمها سياده الدوله اكثر يظهر لي من 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 جامعه سفير كره القدم. انا علاش حبيت نحكي على الكلام هذايا؟ لانه المره فاتت السيد رئيس الجامعه احكى يعني على التقرير كانه هكا تعملت ميزونسين التقرير، لوكو فما الفصول اللي في النظام الاساسي للفيفا في مجله القيم ياكدوا على احترام الشفافيه على الحوكمه الرشيده على ضروره التنسيق مع السلطات المعنيه بقطاع الرياضه. الكونفنسيون اللي نحكي لكم عليها الفصل السابع منها ياكد على كون معناها احترام سياسه الدوله وكذلك التنسيق مع الوزاره. الفصل 31 32 و33 ياكدوا على ضروره معناها احترام الشفافيه وكونها راي الوزاره المعنيه بالرياضه مطالبه باش تاخذ تقارير وتحاسب وتراقب بتوسكي جيستيون ادمنستراتيف اي فينونسيير. معناها احنا كونت بارتينا نحكي في القوانين الدوليه، شنو اللي عشنا احنا نحكي في مده معينه اللي هي مدتي انا اللي وقتها معنا على راس وزاره الشؤون الشباب والرياضه. احنا رينا وقت قرارات اللي قاعده تاخذها الجامعه احنا عمرنا ما دخلنا في قراراتها، لكن كنت تذكروا مثلا باش نعطي اكزومبل وقت تجميد سيمون الخماخه القرار خرج ل 10 تعليل واحنا في حاله طوارئ وتهديدات ارهابيه، وزاره الداخليه ما في بالهاش اللي قرار كان المفروض يتم التنسيق معانا على الاقل. نذكروا ماتش قفصه وبنقردان وقف فيها كيف الفصاد وقرارات تخرج في الليل والامن معناها يولي كريمو مفرط ما عادش عارف روحه تشيل هكايا كارثه نتاع راهو عندك مثلا البلاصه الفلانيه يلزمك تهبط تويكا تامنها، لازم الكل راهم يمسوا من الامن العام. كذلك باش نحكي لك تويكا احنا قلنا بعده مراسلات للجامعه في اطار صلاحيات وزاره شؤون الشباب والرياضه. غير كون باش ناخذوا تقرير مشاركه المنتخب الوطني في نهائيات كاس افريقيا 2015 و2016 عملنا 10 مذكرات من 17 فيبري 2017 حتى 8 جانفي 2018. طلبنا ايضا بتاريخ 4 جويليه تقرير حول مشاركه المنتخب الوطني في كاس العالم حتى للتحويل ما جانا حتى كونترول. طلبنا ايضا بتاريخ 30 جويليه محاضر الجلسات تاع المكتب الجامعي من 2016 وذلك على اثر شكوى تقدمت بها الاربع اعضاء اللي تم تجميدهم في شبهات تدليس لمحاضر المكتب الجامعي وكونه يعني استغلال النفوذ وياخذ القرارات وحده. ما جاونا كيف كيف حتى بيبي جينا نشوف في الارشيف ما لقيت حتى بيبي في الارشيف نتاع المكتب الجامعي. هذه الخدمه اللي خدمتها وزاره شؤون الشباب والرياضه راهي ما خدمتهاش مجدورين الشامي باش نبداو فيه، يعني ضد شخصنا انا سي وديع كشخص ما عندي ضد حتى شيء، انا نحكي اليوم على مؤسسه دوله على وزاره وجامعة التونسية لكرة القدم. هو فكر بربي يتواصل على رخصة بناء لأن باش نخلي حتى أساتذة القانون هما اللي يحكموا. رخصة البناء خذاها في 2016 وقرار التخصيص في 2018. كيفاش تنجم تاخذ أنت رخصة بناء وأنت ما عندكش شهادة ملكية؟ القانون يتفز على العباد كلها، احنا مازلنا كيرينا مواطن تونسي في سبيكرا تفز عليه قانون هدم في الكشك نتاعو، فما حتى حد خدمها من واحد آخر. نقطة أخيرة ربي تعادل. تفضل. هو حكى على كونه احنا قدمنا في الرابور نتاعنا على كونه هو باش يصرف الفلوس نتاع يعني التقييم نتاع الكاليفيكاسيون نتاع الكوب دي موند في انتخابات سياسيه لشخص موجود في الحكومه. يمكن وقتها السؤال اللي تي ان بو ديبوردي ونساء كون وقتها ما عندناش انتخابات في رئيس الجمهوريه من الحي. انا وقت اللي انا باش احكي معاه ما فماش انتخابات وما فماش وقتها سيوس الشاهد مازال ما ترشحش اصلا لرئيس الحكومه. احنا وقت اللي بعثنا الرابور حكينا على كون راو ما فما حتى تواصل مع الجامعه، ما فماش شفافيه، ما فماش حكومه رشيده، ما عندناش معايير بالضبط لمنح الجمعيات وبذلك فما سياسه المكيالي وفما حتى النعرات الجهويه اللي نعاني منها في كره القدم التونسيه، وعبرنا عن مخاوفنا في استغلال المنحه اللي باش تتعطى للجامعه التونسيه لكره القدم. بربي مدام مجدولين سؤال بربي هذه النقطه الاخيره بسرعه المغطى الاخيره نحب نصلحها راه جواز الفيفا وقت اللي جاوبنا وراني اوتر بلانتيز انا قمت بالتنسيق مع الكاتب العام للفيفا مسبقا كيف ما كيف ما عملت رابور للسيد رئيس الحكومه خاطر هذه خدمتها ونطبقها في القانون واضح على ذكر الفيفا اللي زعما قال لنا راهو احنا بعثنا للجامعه باش تجاوبنا وراه مازال كي جانا ستاتيو المنقح باش نشوفوه ومع ذلك اموركم اللي
هي شأن داخلي في علاقة الجامعة بالدولة وبالوزارة، طبقوا قانون بلادكم. واضح. اللي هو اللي عاقب جميع التجاوزات. واضح. سؤال أخير قبل ما تغادرنا مدام مجدولين، ذكرت أنت في إحدى الإذاعات الخاصة أنك كنت مستعدة أنه يتحل المكتب الجامعي على حساب مشاركة المنتخب التونسي في كأس العالم والنوادي التونسية في المسابقات الإفريقية، معناه هل تعتبر هذا التصريح كان جدي، خاصة وأنه هناك رفض على المستوى الفيفا كما قلت وأكدت سيادتك منذ قليل لتداخل السياسة في الرياضة؟ احنا راه وقت اللي قدمنا الغطاء بعد سيارة وما كملنا من الماتشات تاعنا اللي تلقوا الجيمون رابور تقدم في اواخر اكتوبر بربي، خاطر انا ما قلتهاش الجمله اللي انت قلتها، انا قلت قلت بربي يزدينا من كون عملنا الفيفا غول دايوغ هيك بزاف مصر كي حالت لنا المكتب الجامعي نتاعها. احنا اليوم اذا كان اقتضى الامر وهذا الاقتراح اللي عطيته للسيد رئيس الحكومه تجميد رئيس الجامعه او حل المكتب الجامعي، لانه اليوم نحكيو على سيستم، اليوم اذا كان فما عدد بتدخ البنانيس معناها سياده الدوله، وقت اللي انت ما تتعرفش بالسلطه اللي هي عندها قطاع الرياضه ما تتعاملش معاها وتولي تتعامل مع اشخاص وتعمل لوبيات، انا نعرف منطق القانون ما نعرفش منطق اللوبيات. واضح. بعثنا للفيفا خاطر ليش خلي الجامعة عامل فيفا؟ واضح واضح. كي بعثنا للفيفا قلنا لها بربي هيك الوضعيه اللي تعيش فيها تونس في كرة القدم، كيفو لنا حل؟ والرابور اللي بعثه السيد رئيس الحكومه لانه وقتها هو يعرف السيد رئيس الحكومه الضغط اللي هو تمارس عليه فيما يخص الامن بتاع تونس، الامن العام وحاله الطوارئ والضغط اللي تعرض له، تعرض له كرئيس حكومه وتعرضت له الدوله المصريه كلها. مشكوره جدا سيده مجدولين الشيرني طبعا على هذه المداخله، تتحمل مسؤوليه كل الكلام اللي قلته وكما اي انسان يحضر هنا يتحمل مسؤولية كلامه، وأيضا المجال مفتوح للحديث بكل حرية والتعبير على آراء الحاضرين بخصوص خاصة قضية هلال الشابة اللي لازالت تلقى متابعة واهتمام كبيرين من الشارع الرياضي التونسي وحتى العربي. نرجع شوية لردود الفعل أكيد من خلال البستوف، أبرز اللقطات اللي فاتته ولما معاش أبرز اللقطات بستوف حلقة الأسبوع الفارط. اليوم أعتقد الموضوع الكبير والحساس اللي تحكي عليه تونس الكل وتنتظر فينا شنو باش نحكي وشنو باش تعلق وشنو باش تفسر لهذا القرار اللي كان صادم، وأنا صراحة نتألم أنه فريق كيما هلال الشابة عدى موسم ممتاز جدا، عدى موسم استثنائي، قدم كرة غير عادية في أول موسم ليه في الرابطة المحترفة الأولى، اليوم فما شكون يقول أنه وديع الجري ولا دولة وسط الدولة، فما شكون يقول أن وديع الجري ولا طموحاته أكثر من رئاسة الاتحاد نتاع كرة القدم، يطمح لرئاسة الحكومة ثم ينوي على كرسي كارتاج. برشا أسئلة حارقة، سنحاول أن نطرح كل هذه التساؤلات. القرار هو بمثابة مذبحة كروية، مذبحة كروية دون لا مزور اللي كونه اليوم جامعة بهذا القرار تقضي بصفة قطعية على فريق وأمال فريق وجهة في التألق بعد ما كان هو بمثابة مثال التحدي والنجاح والطموح والمثابرة وكنا نشيد به عاملتين. تريسيو البرية بالقرار متاع الجامعة ما نتصورش قرار كيما هكا، ولو انه قرار بلغتنا احنا كاسح برشا، ما نتصورش قرار كيما هكا ما فيهش ان سيبور جوريدي. لقينا روحنا عندنا زوز وضعيات، ما طبقوش القانون، شنو التداعيات؟ قلنا هي برا نمشوا لل ما نقولوش للضعف، نمشوا لمحطة الخات. ما طبقوش القانون، أي فريق يلعب ضد هلال الشاب يعمل ريزيرف، شنو هو خويا القرار؟ ماتش أرجوي. عام كامل ماتش أرجوي. تقول أنت من هنا لأفريل الناس كلها في الضوء، يجي افريل ماي واحد طايح واحد طالع واحد بالشيخ التيتر، اللي يخسر ضد الشابه ولا يتعادل اللي يعمل ريزيرف، ايش يصير خويا؟ دوسيات فتاس في الصيف، الشامبيون نتاعنا كله يدخل بعضه، وشكون تسبب؟ احنا لان ايادينا ارتعشت ما خديناش القرار المناسب. الحاجه الثانيه عندي 300 جمعيه الانخراط نتاعهم اماتور عندهم اجال اخرى لانه اجالهم مش كيف كيف، ولينا في حاله جيريس بريدونس، كل الناس ما عادش تجيب لك كيتوس، كل الناس ما عادش تهتم بالاجال، كل الناس باش ريت ماكل خوتي الاوراق صفر وحمر، حتى الاوراق صفر وحمر. هو قال. ولا انت 3 ملايين و200 واش الشاب، وقتاش تخلصها؟ نهار 7 اكتوبر باقي بعد الاجال. معناها تحدي متبوري ما فهمتوش شنو هو معناها. قال عندي عندكم فلوس ولا برا قصوا من الوزاره ومانيش مخلص. وكان باش تعملوا اي حاجه
يهدد فينا باحتقان في الشارع في الشابة وتتحملون فيه المسؤولين المطلق. هلال الشابة تعاقبت على خاطر جات ضد الرابطة ومن بعد ضد وديع الجري، انه اليوم سيد وديع الجري واللي هذا الناس الكل اليوم قاعدة تحكي فيه انه سيد وديع الجري يا تجي تحتي، معناتها باللغة العامية انك اليوم يتطبق تعليماتي يا تولي انا نعمل النفوذ اللي عندي الكل ونسلط عليك العقوبات اللي مالوريزمون الجمعيات هي اللي عطات الآليات للمكتب الجامعي باش ينجم ينقح القوانين باش ينجم اليوم المكتب الجامعي يسلط العقوبات اللي يشوفها صالحة بالنسبة للاعبين للجمعيات. وهذا علاش اليوم سي وديع فما مشكل كبير. واللي قلقني في هذا الكل انه اليوم قبل ما يخرج القرار نتاع الرابطه سي حامد المغربي الناطق الرسمي باسم الجامعه التونسيه لكره القدم يخرج تدوينه يقول عندما ياتيك الله بفرصه اخرى، معناتها هذه معناتها حاجه تقلق. اليوم سي حامد المغربي يزمو يلزم الحياد وهو ناطق رسمي باسم الجامعه التونسيه لكره القدم، ما عندوش الحق باش يخرج تدوينه كي من هكايا تجم تمس جمعيات اخرين وتجم تخلق حزازيات اخرين اللي في الحق احنا في غنى عنها اليوم. انا كرياضي، انا كانسان معناها نحب كره القدم ومغرم كثيرا بما قدمه فريق هلال الشابه من مستوى كبير. تراشي سي وديع انه هل العقوبات كانت سريعه وقويه في نفس الوقت؟ لذلك علاش الشارع الرياضي صدم صراحه؟ كنا نشوفوا في بعض ربما العقوبات الماليه وقلنا ذي شيء طبيعي شيء عادي ربما، ولكن لما توصل لتجميد نشاط فتصبح الامور نوعا ما خطيره. كان جات في جمعيه كبيره، احنا كلنا كبار هي ديمي فيناليست دونك كبيره. إيه لا لا ولكن نحكي. عمرها ما عمل حاجه. نحكيو على الجمعيات اللي هما تقليديه. هذه خلينا خليني نقول لك انا زاده، سي وديع زاده خليني نتكلم. عطيت جو انت تسال، يا ولدي هذه جو. جات الاسبيرونس ولا جات سي اس اس ولا جات الاتوال، مستحيل تجمع راك لقيت معاهم تيران فافورابل. هذه من يقول ذلك شعبويه. لا مش شعبويه. مش شعبويه. عاد انت ما حكمت عليه خلينا نحكم عليه. ها سؤال اخر، شبيه عمره ما سرطنا مع جمعي محترف على خاطر يمكن راهو في وقت ما وقت اللي حسيته باش 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 يديباسي يوصل روحه لليميت راك لقيت معاه. لا ما لقيناش مع حل، نبعثوا مذكره الناس تستجيب، وقال في اوروبا الناس تستجيب، هذا اول فريق في المحترفه يتمرد بهذا الشكل. يا ودي تقولوا ايجا ست مرات، ثلاثه مذكرات للناس الكل وثلاثه اللي هو برك اوردي ليه وما حبش. خليني نتفاعل معاك. تفاعل اي القرار موجع وغريب وصادم. ما هو غريب الا حاجه مش قانونيه غريبه. الى حد الان انا شخصيا لم اقتنع. شوف سي عادل كان جاي هنا باش الناس ما يقولكش بيضو، حد مقنع ترجع. لا 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 مش لازم تستدعاني. اليوم اليوم ما لم معناها الكلام هذا كله مش مقنع. انا باش بعد ميسيون ما يقولكش وديع. لا 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 ما بيضش وديع. لا بيض ولا سود. اي فوالا لا بيض ولا سود. وانت تعرف باش تخلق راي عام. لا 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 هذا راهو نمشي مع الناس باش ما يقولكش بيضو كيما بعثوا كيما يعملوا في كيلكو باج العشيه يا خويا ما عادش تستدعاني. ما نجموش اليوم في الوضع المحتقن اللي تعيشوا بلادنا ما نجموش نتعداو مره الكرام على ازاله فريق وجهه كامله من الخارطه الكرويه بتعلت انه ما خلصش 180 الف دينار اللي هو ديجا طلب الجدوله نتاعها. ولكن نعرفوا اللي المشاكل اليوم تتعدى الكادر نتاع هلال الشابه وهي مشاكل شخصيه بالاساس ونسميه الامور معناها بمسمياتها. السيد توفيق المكشر والسيد الكاتب العام هما في مشادات كلاميه مع الرابطه من الاول وبعد مع الجامعه وصلنا لما وصلنا له اليوم. نجموا نجمدوا توفيق المكشر من نشاط الرياضه، نجموا نعملوا قرارات ثوريه بزوموها فيزافي دي بيرسون، اما باش نقضيوا على كلوب كامل ونشوفوا التعليات من بعد والقرار والفصل 29 تجميد الجمعيه يعني ان اكتيفيتي توتال اندوي الفصل 31 اللي هو لا ديسوليسيون وترجع الهوات اللي معمول به ومعروف عليك. وقت اللي جمعية تحب تلقى لها حل بخرج. تجم تلقى لها حل. نجاوبك. وقت اللي الجمعية تحب تحطها في تركينة وتفيزيها وتوصلها لوين حاجتك بيه توصلها. أنت اليوم كيفاش تجم تقنع الرأي العام بواجهة القرار وسلامة هذا القرار وبأنه اتخاذ قرار تجميد نشاط جمعية هو الحل الوحيد كان بالنسبة للمكتب الجامعي؟ المسار القانوني هو التاس. دونك ما فما حتى حل باسم الاتحاد التونسي. انا صدقني تل مو انا بيك موجوع كان يجيب لي حد حل قانوني يعلمني به وتمشي فيه. كان يجيب لي حد حل قانوني يعلمني به ونمشي فيه. الجمعيات كان الجمعيات وتنجح تمشي للتاس الشاب ترجع وتربح القضيه مش ترجع 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 للرابطه المحترفه الاولى. احنا وقت وقتها اللي براج اللي عملناهم ما نش نلعبوا مع الناس نقولوا هي اجي عملوا براج وبعدين نقول والله التاس ربحت الشباب سامحونا
ما فيش رجوع. وقتها نقول 15 النجم يزيد واحد. بعث تزكي لترشيح وديع جري لعضويه المكتب التنفيذي للكاف نهار 17 نهار 17 نهار 17 رسمي اللي هي هذه. بعثها بوست رابيد. خويا في القانون في مصر اللي يمشي هو اللوكاشي تاع البوسطه تاع مصر. بعثت قلت لهم يا خويا انا بعثها بوست رابيد قالوا لي وصلت بس تاكدوا لي وصلت لا كورسبوندونس وصلت الوريقه كما طلبتوا ولا جابوني وصل. يلزم تحميل المسؤوليات للاداريين الموجودين في الوزاره واللي خذاوا على عاتقهم ملف الانتداب. داوغوا فينا في الكواليس بقوانين وبعقود يعني مخزيه ومذله ومستحيل نرضاو بها. 15 متهم اللي هما اغلبيتهم منتمين للنيابه الخصوصيه بلديه بنزرت ومهندسين ومراقبي اشغال الملعب ملعب 15 بنزرت. كما شمت المقاول زاد يتعاهد بالاشغال، تهم الفصل 93 يتعلق معناها بتلاعب المال العام من قبل الموظف العمومي، باش يمنح امتيازات ومنافع عينيه لنفسه ولا لغيره. التهمه الثانيه اللي وقع توجيهها من طرف النيابه العموميه المشتبه بما ضمن تتعلق بتدليس وثائق رسميه. طبعا كان البسوف مطول شويه لانه الحصه كانت ثريه وفيها برشا مواضيع. سي صابر لك الكلمه للرد على ما قاله رئيس الجامعه بخصوص تجميد نشاط هلال الشاب. نحب نقول انه المره اللي فاتت مع احترامي للحصه واحترامي للضيوف نتاعك كذلك كان مونولوج من الناحيه القانونيه. 25 دقيقة تقريبا السيد وديع الجري يحكي على مسائل قانونية تهم الشابة. احنا ما كانش اختيار ان ما نكونوش لهنا. ظهر لي سي عادل بعرض علي اني نعمل في تي ار وتبعث لي كيب. بالنسبة للسيد رئيس الجمعية عرض عليه ان يجي لكن وقتها في الشابة والشابة محتقنة ما ينجمش يجي لهنا لتونس باش يحضر في الحصة يومها. نتفاعل معاك. اي لا لا احنا 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 باش نقول لك خليني نكمل. لا نتفاعل معاك. خليني خليني نكمل في النقطة هذه بالذات. احنا جيست بعد من غدوة سي عادل ظهر لي قلت لك نشكرك سي عادل على عدم حضورنا. علاش؟ لأنه السيد وديع الجري تمسك بوثائق. قبل ما تبدأ في الوثائق في إطار التفاعل معك تمسك بوثائق سنتمسك بها اليوم في إطار التفاعل معك بالنسبة لرئيس النادي السيد توفيق المكشر وقت اللي كلمناه أعلمنا أنه في تونس العاصمة وليس في الشابة موجود في الشابة المهم اعتذر عن الحضور حتى تلك الليلة لمواجهة رئيس الجامعة بخصوص هذا حتى القرار. حتى الحضور يمكن يكون مهم برشا انه اليوم على خاطر فما امور فيصلية. انتهى الموضوع وضحنا احنا لانه موجود في الشابة وحتى الجباري اللي هبط للشابة وقال له راهو موجود في الشابة وينجم ياكد ذلك ابن الحصة نتاعك واللي يعمل في تي ار على الشاب او حب يعمل في تي ار. معناها ليلة الندى الصحفية بيت الشابة كان النجم يبات هنا والصباح عنده ندى صحفية. عندنا مسائل وعندنا جوارات وعندنا على كل حال مش مشكلة عندنا تململ في وسط التبرير مقبول باهي نتعداو. يعني قلت لك نشكرك ونشكر السيد وديع الجري على المغالطات الكبيرة اللي قالها وعلى الوثائق اللي قدمها وخاصة تلك الوثيقة التي قدمها السي سمير وقالوا شوف سأتمسك بها والوثائق اللاحقة لها لتبرير انه المبالغ المالية اللي مطالبة بها الجمعية لم تكن مستحقة الأداء وفقا لوثائق الجامعة مش وثائق الهلال الرياضي الشابي. نرجع للعقوبات. أني قلت في الندوة الصحفية أن العقوبات تاع الفصل 58 لا يمكن أن يطبق على التدوينات الفيسبوكية ولنا من المبررات القانونية اللي عرضناها على الناس كل نظرا لأنه الفصل واضح وصريح في أنه اللي ديكلاراسيون الواحد ينجموا يكونوا ريلفي كان أو ميديا في وسائل الأعلام وقلنا كذا كذا وسائل الأعلام وردت على سبيل الحصر والتعداد وهنا في التأويل بتاع الفصول القانونية يفيد الحصر خاصة أنه الفصل ما حطش لا بوان لا اثنين لا ثلاثة بعد خاصة بريسيكريت. باش نعطي مثال واضح وصريح نفس الفصل موجود في الجامعة التونسية للكرة الطائرة
وردت قضية حكم فيها بعدم سماع الدعوى لعدم فصول وجود نص قانوني يعاقب. شعمل رئيس الجامعة متاع كرة الطائرة عمل جلسة عامة خارقة للعادة وأضاف ريزو سوسيو عاقب حاليا على تدوينه بعشر سنوات تجميد. مازالش ينجم يقول له واحد اليوم فما فصل قانوني. الجامعة أكثر من ذلك، أنا مش ننصحها توا. الجامعة أصبحت السلطة التشريعية في المادة التأديبية عندها بقرار من مكتب الجامعي، كانت نجم تزيد الفصل. أكثر من ذلك، وقت اللي قمت بعملية الصلح ما بين السيد وديع الجري والسيد توفيق المكشر مع عضوين، سامحني دقيقة، عضوين جامعة سجوندة نقص عليك. لا لا في حاجة بركة، لا لا مادامك هنا باش ما تعديش باش ما نساويش، خاطر هذه مهمة جدا. حكاية العقوبات والفيسبوك مش فيسبوك، التدوينات اللي صدرت الكل حسب ما شفناها صدرت بالصفحة الرسمية للهلال الرياضي الشابي، وليست من هاتف أو من صفحة فيسبوك شخص لشخص. نحكي القانون توا، نحكي القانون. هل اعتبار اعتبار صفحة رسمية؟ معذرة أنا ما عادش نحب حد يقص علي. تفضل سامح. مانيش باش نركز على الأصل، باش نركز على أمور أخرى، ومش نركز على الانحراف بالسلطة التأديبية أيضا في نية الإضرار بالشابة. وأمر أكثر من ذلك، قلت أنه الفصل هذا لا يمكن أن ينطبق، وكان على الجامعة قلت في عملية الصلح. هذاك علاش عندي تسلسل تاع أفكار، ماذا بيا 25 دقيقة كيما تعطاو لسي وديع يتعطاو ليا في المسألة هذه، خاصة ما قلت عندك لا لا ما أنا نعرفك اللي أنت عندك، ماذا بيا يقص علي حد. خليه يكمل المداخلة بتاعته، لو الحرية في ذلك. عندنا فصل إشهاري بعد نقص عليك بصفة عامة. لا لا هذاك فصل إشهاري ما عندنا حتى إشكال. إذا قلنا أنه أثناء المحاولة الصلحية الأولى ونجاحها، حتى حكيت أنا والسيد وديع الجري، قال لي الرابطة غالطة في قرارها، وأتحمل مسؤوليتي فيما أقوله الآن. علاش؟ دون أنه الفصل ما ينطبقش، علاش عاقبت الكاتب العام؟ الكاتب العام حرر عليه، قال ما دونتش، والفصل واضح وصريح في اعتبار أنه من دون من حرر من كذا واضح. لي كونترافنون سون. ممثل قانوني للجمعية شكونه؟ رئيس الجمعية. والله لو كان عقبت رئيس الجمعية على تدوينات هذوما على موقع رسمي كما قلت أستاذ كنت نجم نقبلها. راهو الكاتب العام لا يمثل الجمعية قانونا بقانون الجمعيات بالقوانين اللي تحب أنت. الكاتب العام سيتان فيزافي ادمينستراتيف أونفير لا فيديراسيون وهياكلها، كيما الكاتب العام للجامعة فيزافي ادمينستراتيف ليز اسوسياسيون والفيفا. اذا يغلط المكتب الجامعي يعاقبوا الكاتب العام تاع الجامعه التونسيه لكره القدم الهيكل الدولي ما تجيش. اذا قلنا راهو القرار خاطئ. او باش نمر الى لماذا التقسيم، كل تدوينه يلمونا تسعه مع بعضهم وكل تدوينه يحطوها بقرار مستقل. علاش؟ لسببين. السبب الاول نكبروا المونطون باش نكبروا الفلوس على الجميع باش تعجز عن الخلاص. اثنين اربع ماتشوات فما اقل ما تنجمش تمشي للتاس بقانوننا الوطني بقانون الفيفا بقانون التاس. معناها نحكم عليك كيما نحب ونخليك اربع ماتشوات فما اقل وما تمشيش للتاس. حتى كي مشينا للتاس المنع شمل لم يشمل الجانب المالي، هذاك علاش دخلنا في طعنا أمام التاس لأنه الجانب المالي غير مشمول بالمنع. نمشي أكثر من ذلك، الفصل هذايا طبق علينا ثلاثة مرات بطريقة مختلفة، وهذا يؤكد التخبط متاع الهيكل اللي أشرف على التأديب. عاقبوا رئيس الجمعية بعشرين مليون لأول مرة في تاريخ كرة القدم التونسية، لأول مرة ديما على الشابة راهو يتعاقب الرئيس من الرابطة. طلعنا الاستئناف كسرت القرار، قالت لا مش من اختصاصك. هذاك علاش من بعدها الرابطه ولا تحيل فيهم لجنه التاديب، صلحوا الخطا نتاعهم الاولاني. عاقبوا الجمعيه كذات معنويه، جمعيه كهيكل عاقبوها ب 15 مليون. وقت الفصل يقول يلزم يكون ان كونترافنون، شخص طبيعي، شخص مسؤول في الجمعيه وتعاقب معاه العقوبه الماليه. اتكسر في الاستئناف
ومرينا بعد قينا الكاتب العام وعاقبناه. علاش قلت لك راهو قمه الشماته وقمه التعجيز؟ مشينا للتاس، ثلاثه قضايا قدام التاس، طلبنا اربيتر يونيك، معناها محكم واحد. سامحوني باش نبسط شويه لهنا باش المواطن العادي يسمعنا. عندنا ثلاثه قضايا، تعرف قداش تكلفونا بمحكم واحده؟ 90 مليون الى حد اليوم مع 100 فرون سويس من الاول، معناها في 100 مليون. الجامعه شنو طلبها؟ ثلاثه محاكمين، وفي كل دوسي هيئه تحكيميه مستقله، معناها تحب تطلع المبلغ الى 400 مليون تقريبا. معناها انت عندك الفلوس المليارات وربي يزيدك، احنا كجامعه كجمعيه صغيره اذا نزيد نعجزك بطلباتي قدام التاس باش ما تمشيش، نحكم عليك في تونس كيما نحب ونعجزك باش ما تمشيش للتاس. تعرف معناتها 400 مليون تقريبا خمس الميزانيه نتاع الشاب. باش نوريك الهم الكبير من المغالطات اللي تمت راهو المره اللي فاتت وقت اللي نقولوا لا ينطبقوا، وقت اللي نقولوا عدينا الفصل هذايا لاساتذتنا نتاع القانون الكل اللي قرونا قال لك لا يمكن، وخاصه نحن في ماده تاديبيه وماده جزائيه دائما وقت اللي نؤولوا لصالح المؤدب وليس المؤدب. معناها ديما في اي تاويل او اي اضافه او اي توسع في الماده التاديبيه. هنا نرجع لفقه القضاء لجنة السناف اللي كنت أشرف عليها وحتى قبلي وحتى بعدي، نحكيه على إس في المادة التأديبية إي سانز إس، معناها البلوريال هذاك يقلب حكم إلى عدم سماع الدعوة أو إلى إدانة، فما بالك وضوح النص بمثل هذا الوضوح. أساتذتنا متاع القانون الكل اللي تعرفهم وليجوا البلاتوات الكل والمختصين في القانون الإداري الكل قالك هالفصل هذا لا يمكن ان ينطبق على لي ريزو سوسيو. باهي نمشي للمغالطه الثانيه بخصوص المبالغ الماليه. حكموا علينا يا سيدي 180 مليون يا لندرا، نافذين يوم 30 سبتمبر ولا لا؟ وقابلين للتنفيذ ولا لا؟ قبل رجوع البطوله أصدرت الجامعة مذكرة بتاريخ 24 جويلية 2020، واضح اللي مدها السيد وديع الجري وشافها خونا سمير السلمي. تحية لسمير، تحية لسمير لأنه جاري وخويا وانت تعرف وصديقي العزيز. تحية سمير منتصر، فما برشا ردود أفعال على كيفاش يقرا وكيفاش يشوف الأوراق. أي واحد باش يكون في البلاصة هذيك كيما مصف عروس ينجم يقرا تو الأوراق. أو مصف عروس نعملوا كي سمير السلمي. متضلعين في الأمور القانونية والإشكاليات القانونية، دونك يحكيوا هما أكثر شيء كورة، دونك تحية ليهم وإن شاء الله ونرجعك يكونوا معنا. ونرجعك سي عادل الحصة اللي حضر فيها قبل بعد 24 جويلية واللي فسر فيها المذكرة هذه. أني باش نطبق مذكرات الجامعة التونسية لكرة القدم، لأنه سيد وديع قال نبهنا على الجمعية ثلاثة ثلاثة مرات بثلاثة مذكرات، ونبهنا على الشابة ثلاثة مرات وحدها. ها هم المذكرات اللي يحكي عليهم السيد وديع الجري. ثلاثة، الأولى قبل الرجوع أصدروا قانون. نستسمحك أستاذ صابر للحديث طبعا في خصوص القرارات هذه بعد ما نتوقفوا لحظات مع هذا الفاصل الإشهاري.